احنا اصلا عندنا صاله مركزنا تحت البيت، في صاله لنا موجوده، ونظرا للظروف الصحيه الموجوده اغلقنا الصاله، فالولد عسنا نمارس اللعبه لان لعبه الكاراتيه هذه مو ممارسه. فاجت الفكره نطلع على السطوح ونتدرب في الهواء الطلق. انا بلعب اختلاف بين النادي والسطوح، النادي روتين يومي روتين عادي، اما السطوح في اختلاف بتحس انه في اشي مختلف. بالنسبه ل اختلاف انه بتحس حالك في مكان هيك هواء واشي مكان تغيير جو. ري نهار اوت كي لهم